ضيفي النهارده في المواجهه هو عالم آثار مصري كبير، عاشق للحضاره المصريه وعاشق لمصر وعاشق للفراعنه ايضا، وكل من هو مهتم بمجال الآثار اكيد هيبقى عارف طبعا ضيفي النهارده، وكل من هو مهتم بالآثار زي ما قلت سواء داخل مصر او خارج مصر الحقيقه بالنسبه لهم الدكتور زاهي حواس هو شخصيه معروفه جدا، له تاريخ كبير في العمل في مجال الآثار، واعتقد انه هو مكمل في هذا الموضوع ان شاء الله دائما، هو دايما مهتم بالآثار، دايما مهتم بالاكتشافات، عنده مؤلفات كثيرة، كتب كثيرة الحقيقة في هذا المجال، وزي ما قلت هو عاشق للحضارة المصرية. احنا موجودين معاه نتكلم معاه عن مواضيع كتير ليها علاقة بملف الآثار، وهو ملف مهم جدا وملف الحقيقة جذاب كمان جدا لكتير مننا. اسمحوا لنا ارحب بيه واشكره ان هو مستضيفنا في مكتبه النهاردة، دكتور زاهي حواس، طبعا وزير الآثار الأسبق والعالم المصري الكبير. شكرا لحضرتك على وجودك معنا في المكتب. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عايز ابدأ على طول الحقيقة بالأحدث، والأحدث هو أنه فكرة أنه جوجل أطلقت أداة جديدة لترجمة وفهم اللغة الهيروغليفية، قولي ده بيعني إيه يعني في رأيك؟ هو طبعا شوف، الهيروغليفية مش لغة، في حاجة اسمها اللغة المصرية القديمة، الهيروغليفية هي أحد فروع هذه اللغة، لأن عندنا بعد كده الهيراتيقية لغة المكتبات، وعندنا الكتابة الديموتيقية بيتكلموا بيها، والهيروغليفية هي الكتابة المقدسة. طبعا الهيروغليف عبارة عن ميستري، يعني حاجة غريبة للناس، وطبعا لما جوجل يهتم بالكتابة الهيروغليفية ويعمل لها ترانسليشن، ترجمة، ويعلنها في كل مكان في الدنيا، أنا أعتقد دي هتبقى مفيدة جدا، لأن هناك آلاف الناس بعتوا عايزين نعرف المعنى ده بتاع الهيروغليف، عايزين نعرف ترجمة الكلمة دي. هيبقى دلوقتي جوجل بيدي خدمة مجانية للعالم في كل مكان في الدنيا لترجمة كل ما يخص الكتابة الهيروغليفية، ودي الحقيقة بتعتبر يعني لفتة كبيرة جدا في القرن 21، ان الكتابة الهيروغليفية تصبح عالمية وتصبح موجودة في كل منزل في العالم كله. فرحت بالقرار او الخطوة دي يا دكتور؟ طبعا حاجة مفرحة طبعا، إن جوجل يقدر يجيب العلماء اللي يقدروا يعملوا الترجمات دي كلها، ويقدروا إن هم يطلعوا البرديات بقى، ويطلعوا القصص والحكايات والكتابات اللي موجودة داخل المقابر وموجودة داخل المعابد، كل ده لما يترجم ويبقى يعني جاهز للناس في كل مكان، أعتقد دي حاجة تفرح كل الناس وتفرح كل المصريين، لأن أصبحت الكتابة الهيروغليفية في كل بيت زي أي لغة تانية في العالم. يعني أنا دلوقتي كقارئ عادي أو يعني متصفح عادي داخل على جوجل أقدر أدخل أقدر أعرف ترجمة أي كتابة هيروغليفية؟ الموضوع سهل، ترجمتها سهلة صعبة؟ كل ما نشر في ترجمة الكتابة الهيروغليفية سوف يكون في متناول يد كل الناس في كل مكان في الدنيا. هل الخطوة دي ممكن يعقبها بعد كده خطوة تانية لترجمة البرديات اللي موجودة عندنا من زمان؟ هما ما يقدرش بقى هم يترجموا. هم بيعلنوا اللي مترجم اوريدي، لان عندنا في برديات كثيرة جدا لم تترجم بعد، يعني في المتحف البريطاني في لسه برديات في كل مكان، لان برضو البرديات دي برضو عبارة عن حكايات وقصص، بعضها بيبقى مش مهم قوي، ولكن اغلب البرديات المهمة المتصلة بالصحة، زي عندنا 11 بردية بتتكلم عن الطب في العصر الفرعوني، منها بردية إبرس، عندنا برديات جنسية، عندنا برديات ثقافية، يعني عندنا بردية خوفو والصحراء بتتكلم عن خوفو والساحر جدي، يعني برديات كلها بتدي حاجات جميله جدا، فانا بعتقد ان ده يبقى في متناول كل الناس في كل مكان. في سؤال مثير بالنسبه لي انا كحد بيسمع دلوقتي لحضرتك، البرديات دي ترجمتها سهله صعبه؟ هل في برديات يصعب ان احنا نوصل لايه اللي مكتوب فيها؟ شوفي، اللغه المصريه القديمه ومنها الكتابه الهيروغليفيه لم يعد هناك فيها اي حاجات غير معروفه، كل ما يخصها من قواعد وترجمة، فليس هناك صعوبة، لأن عندنا يعني علماء متخصصين في اللغة. يعني أنا بتاع أثار، فالأثار عندي نمرة واحد، اللغة نمرة اتنين، لكن في علماء شغلتهم اللغة. يعني عندك مثلا العلماء الدارسين في إسرائيل ما كانوش يقدروا يجوا مصر، ولا زالوا ما يقدروش يشتغلوا في مصر، فاتجهوا إلى دراسة اللغة المصرية القديمة وبرعوا فيها. يعني في علماء فيهم زي واحد اسمه بلوتسكي، مش عارف ايه، وعلماء في امريكا وفرنسا وفي كل مكان في العالم
برعوا في تفسير كل ما يخص الكتابة الهيروغليفية، فأصبح ما فيش مشكلة اطلاقا في ترجمة أي حاجة، والحاجات المترجمة اللي هحطها جوجل حاجات ألاف ألاف البرديات وألاف الكتب وألاف المراجع اللي هتضع هتكون في متناول الجميع في كل مكان. هل هيبقى في مثلا لجان علماء هم يعني تابعوا قبل ما تنشر جوجل هذه الترجمات؟ هو ولا الترجمة دي اوريدي منشورة، دي منشورة بالفعل، فهم بياخدوا ما هو منشور بيحطوه على جوجل فقط. هو ده اللي بيعملوه. طب في رأيك يعني هذه الخطوة ازاي ممكن احنا نستفيد منها هنا في مصر؟ فكرة ترجمة او يعني نشر هذه اللغة وهي مترجمة على جوجل، ده بالنسبة لنا هيفيدنا؟ هنبص نلاقي ناس اكتر من المهتمين بالاثار المصرية بيجوا يعني بقى بعد؟ لا، ما هو اللي سحر الفراعنة والحاجات الجميلة بتاعتهم موجودة في قلوب الناس في كل مكان. فهذا الموضوع هيبقى بس مفيد علميا للناس المهتمين باللغة المصرية القديمة، ان هم الحاجات اللي هي مش يعني العامة هيقدر يجيب كتاب يعرف ما هاش يعرف، لكن لما يروح على جوجل ويجيبه هيقدر يبقى في كل ما يخص اللغة المصرية القديمة يبقى في متناول كل انسان في الدنيا، ودي حاجة ظريفة. لكن بالنسبة لنا كمصريين مش ما يعني ما لهاش فايدة بالنسبة للسياحة او اي حاجة، زي ما المواطن في امريكا واوروبا هيستفاد منها، المواطن المصري ايضا هيستفاد من هذا الموضوع.